عاد ليضمن التأهل إلى الدور الثاني من كأس أفريقيا، ذلك عندما يلاقي زيمبابوي في المجموعة نفسها. منتخب تونس يملك 4 نقاط في المرتبة الثانية مقابل نقطة واحدة لزيمبابوي، والتعادل سيكون كافيا ليضمن التأهل رفقة السنغال التي تملك 6 نقاط من مباراتين وضمنت التأهل من الجولة الثانية. أما الخسارة فستطيح به خارج البطولة وتفتح الباب أمام زيمبابوي للتأهل إلى الدور التالي بشرط عدم فوز الجزائر على السنغال في المباراة الثانية بفارق أعلى. الفريق قام برد فعل إيجابي بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام السنغال وبأفضل طريقة ممكنة، وأعني تحقيق الفوز، فوز بحثنا عنه، خاصة وأن فريقا مثل المنتخب التونسي عليه أن يظهر قدراته وأن يواصل على النهج الذي ظهر به قبل كأس إفريقيا، لأننا لعبنا 10 مباريات دون هزيمة، كما أننا حضرنا بشكل جيد، وما كان علينا بعد تلك الهزيمة إلا استعادة قدراتنا النفسية والبدنية، وهذا ما فعلناه أمام فريق مثل الجزائر يملك لاعبين ذوي مهارات مميزة، فكان رد فعلنا إيجابيا وحققنا الفوز، والأهم أن منتخبنا الوطني يلعب بعقلية الانتصار، نلعب من أجل الفوز، وما يهم هو الاحتفاظ بهذه العقلية، عقلية الانتصار، نحن هنا لتحقيق الفوز. كما قال المدرب، فإننا نعرف جيدا اللاعبين الجزائريين، خاصة الذين يلعبون في الأندية الكبيرة في أوروبا، ونعرف أيضا منتخب زيمبابوي، فقد شاهدناهم في مواجهتهم أمام الجزائر والسنغال. إنه فريق قوي وسنعمل كل شيء للفوز بهذه المباراة. يراهن الشارع التونسي على العكايش ورفاقه في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة. علي الزريعة رصد الآراء في تونس، نتابع. تونس أقوى من زيمبابوي برنسيب يربحها نورمال، ما فهمت، على مستوى الفني واللعب الجماعي عدنا لي زاتو باش نربحها، ولا إن شاء الله بالجرين تاع الأولين إن شاء الله نفكوه لهم الطرح، وهذيك الطرح يعني نستنيو فيه تونس الكل. إن شاء الله مربوحة لتونس، ونتوقع اللي باش تهزل ان شاء الله وتفرحنا قدرة ربي ان شاء الله. باز باش تربح، هي لما حالها بارتي صعيبه، باز باش تربح. مش يفوز المنتخب التونسي باذن الله ضد زيمبابوي، والنتيجه مش تكون 2-0. الانتصار سيكون حليف التونسيين، والنتيجه 2-0. المسيره تو مريقله ما دام ربحنا الجزائر، وان شاء الله بقدر ربي نكملوا نربحوا تروحنا الجاي، وعنا امل كبير خاطر الكان تعبه، فماش حاجه كبيره في الكان. ايش الامور؟ فهمتني؟ ان شاء الله اخويا نزلوا فينا نوصلوا فينا، علاش ليه؟ ما مش خير منا اللي كوروا تونس ديما مصلي على النبي، نبدوا تعبين ومن بعد خويا تحل معانا. غدوه بالنسبه للغدوه ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله احنا عندنا غنايه نقولوا بها مربوحه، ان شاء الله ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله فما انا نتصور فما عندنا 80-90% معناتها من الحظوظ بتاع الانتصار، خاطر بالنسبه للفريق الزيمبابوي مع كامل احتراماتنا ليه ما عندهاش تاريخ كما الفريق القومي التونسي. ان شاء الله تكون تونس رابحه. نتصور ماهيش باش حظوظ، معناها ماهيش تقول ماتش غدوه 50%، معناها 50% ربح 50% خساره، الاكثريه باش تنسحب. تونس عملت اللازم، ومازال الماتش الجاي بقدره الله مربوحه، وتونس الدوزيام تور. حظوظ عندنا حظوظ، كشفوا منتخب بحنا كيفاش لعب مع الجزائر، سمعنا راهو تونس تلعب على جرينتا، معناها كوب دافريك. اي شي حاب يقول كي تخمم في تونس والشعب يتفرج فيك ومو يفرحونا، فهمت؟ تصور تونس مادام ربحت الجزائر. عن هذا ينضم إلينا الآن من تونس المدرب رضا الجدي. أهلا وسهلا بك كابتن، بودي نسألك أولا، الفوز ولا غيره هو الطريق الذي يضمن لتونس تأهلا مريحا إلى الدور التالي، هل بإمكان نصور قرطاج فعل ذلك؟ مرحبا بك. حتما الفوز هو الحل، وخاصة هو الطريق الوحيد
الذي يمكن تونس ليس حسابيا بل واقعيا حتى تمر إلى الدور القادم. لماذا؟ لأنه تونس أولا متعود على المرور إلى الأدوار الربع النهائية في النسخ الأخيرة للكؤوس الإفريقية على الأقل منذ تقريبا 2004 تاريخ فوزها بهذه الكأس. لكن كذلك تونس تدريجيا دخلت في النسق المباريات منذ الشوط الثاني مباراة السنغال والمردود كان مردود متحسن من مباراة إلى أخرى. النقطة الثالثة هي الفريق يحتوي على خليط من اللاعبين ينشطون في أوروبا وكذلك في القطر الإفريقي يعني في القارة الإفريقية، وبالتالي التعود على النسق وخاصة على طريقة لعب في إفريقيا ربما من الإيجابيات الذي اكتسبها المنتخب التونسي مقارنة بالمنتخب الجزائري الذي يحتوي فقط أو أغلبية على لاعبين ينشطون في أوروبا. والنقطة الأخيرة هو أنه مباراة مع فريق الزيمبابوي الذي مع كامل احترامنا له ليست له دراية أو خلينا نقول لك عادات اللعب في النهائيات الإفريقية، وبالتالي المباراة الثالثة خلال الدور الأول ستكون على الأقل على المستوى البدني شاقة جدا بالنسبة لهذا الفريق رغم أنه يحتوي على لاعبين سريعين على مستوى الخط الإمامي وكذلك ذو بنية جسمانية قوية. جميل، دعنا نتحدث عن المدرب كاسبر جاك بعد الهجوم الذي تعرض له إثر الأداء المخيب في مباراة السنغال. هل نستطيع أن نقول بأن أرض الشارع الرياضي التونسي نوعا ما بالانتصار أمام الجزائر؟ فعلا الشارع الرياضي التونسي وخاصة المتابعون للمنتخب الوطني تقريبا كانت عليهم علامات الرضا بعد المباراة الثانية أمام المنتخب الجزائري، رغم أنه يجب أن نذكر وبكل واقعية أن منتخبنا خلال العشر المباريات التي فاز فيها خلال التصفيات كأس إفريقية أو كأس العالم لم يكن بمردود مقنع على مستوى الأداء رغم أن النتائج كانت إيجابية. وخاصة النقطة التي كانت تثير نوعا من الاستغراب هو أن الفريق كان يعتمد على ثلاث لاعبين في المحور خلال كامل هذه المباريات ثم انتقل إلى أربع مدافعين في النسخة الأخيرة لنهائيات كأس إفريقيا. لكن قدرة اللاعبين على التأقلم وخاصة الاستئناس ببعضهم من خلال الأداء الجماعي خلت الممرن ينجم يمرر الأفكار نتاعو بسهولة، وخاصة كان بالإمكان من خلال التجربة التي قام بها في النهائيات الإفريقية الستة التي شارك فيها هذا الناخب الوطني مع منتخبات أخرى أن ربما يعطي واقعية للفريق وخاصة رصانة في الأداء تركت نوعا من الاستقرار على المستوى الأداء وخاصة من النضج التكتيكي الذي خول أولا في مباراة السنغال أن الفريق يكون فاعل في الشوط الثاني رغم الهزيمة، وثانيا أنه يمتص هجان المنتخب الجزائري في البداية ثم يفرض سيطرته من خلال الهدف الأول وخاصة من خلال هدف ثاني كان قاتل بالنسبة لفريق الجزائر، وهذه ربما أعطت ثقة للفريق وكذلك للإطار الفني بقيادة كاسبر جاك هذا الناخب الوطني. جميل، أخيرا تونس في مباراة الجزائر سددت 11 مرة على مرمى الجزائر لكن ثلاث فقط كانت من الخشبات الثلاث، متى تكتمل النجاعة الهجومية أن تهدد بشكل كبير ويكون مركز في نفس الوقت؟ في الحقيقة هو الفريق التونسي يحتوي على إمكانيات هجومية لا بأس بها. إذا نذكر المساكني طبعا لاعب الدوري القطري أو الخزري الذي ينشط في إنجلترا، سليتي الذي ينشط في فريق ليل الفرنسي أو كذلك العكايشي في الدوري السعودي، هذه الأفكار أو هذه الأسماء لها إمكانيات فنية لا بأس بها، لكن المشكل هم أنهم لم يكن ينشطون مع بعضهم كامل ربما مرحلة التصفيات حيث كان دائما هناك بعض الغيابات. لكن منذ أن بدأ الفريق ينشط مع بعضه في الفترة الأخيرة خاصة خلال مباريات اثنين لاحظنا أن الأداء الهجومي تحسن، ولو أنه كما قلتم أنه كمية أو الأهداف ليست بالدرجة أو بالكثافة المرجوة. جاي، لكن رجوع وسط ميداني عتيد بقيادة بن عمر وفرجاني ساسي أعطاه نوعا من الدفع كذلك، حيث أنه التمريرة الأخيرة مثلا في الهدف الأول أمام الجزائر كانت من لاعب وسط ميدان دفاعي
الأساسي، وهذا إقرار بأنه المساهمة في العملية الهجومية أصبحت جماعية، حيث أنه حتى مدافعي الأطراف النجاز ومعلول لهم من الزاد يعطونك دائما إمدادات جميل. كروية إلى الجانب الهجومي، وبالتالي أظن أنه في المباريات القادمة سيكون التنشيط الهجومي أكثر فاعلية. جميل جدا، بالتوفيق لتونس، بالتوفيق للجزائر للتأهل عن هذه المجموعة. ربما أنه من الصعوبة أن يتأهل كلاهما، لكن كان معنا من تونس المدرب رضا الجدي، شكرا جزيلا لك.